ميرسي بوكو ايوب. بصحة وبشفاء على شنو ديجا جات ماني مش قناه ما تاكلوا حتى شيء ورد بالكم تحلفوا بكم خلاف على الماء. الوغ مريومة عملنا ريجيم عن جمعتين تويك هذه ثالث جمعة باش تعطينا كلك موديفيكاسيون ولا نحافظوا عليه ولا كيفاش؟ لا بالطبيعة باش نعطيو كلك موديفيكاسيون. نحب نقول اللي راهو معناتها الجمعة الأولى والجمعة الثانية ينجموا اللي معناتها بداوا باش يتبعوه ينجموا يعملوا جمعة جمعتين 10 أيام معناتها هما ما قلت لك خاطر هو دو بريفيرونس ديما لو ريجيم يكون بيرسوناليزي حسب قداش عندنا كيلوات حسب لونسيانتي دو لا بريز دو بوا مش كيما إنسان كان معناتها في الصغر ملي صغير هو عنده زيادة في الميزان لين كبر إذا كان معناتها زيادة في ميزان صارت معناتها في بيريود قصيرة كيف معناتها تكون أسهل أنها تتحرق دونك فما برشا حاجات يدخلوا في معناتها لو شوا نتاع الريجيم مي ديما معناتها ليزيتاب هذوما من المستحسن أن نتعداو بهم خاطر كيما قلت قبل راهو لو ريجيم ديما البدن يستانس به ويولي ما عادش يعطي نتيجة احنا هاكا معناتها نقصنا لو مينيموم في البيريود باش نجمو نعطيو اكثر فكره للمشاهدين. اما نجمو بال 15 يوم 10 ايام والايتاب ملي عملناه. بالضبط مادامها ماكله صحيه ما تنجم كان تفيد معناتها ماهيش ماكله سيفير ان ريجيم دراكونيان اللي باش نقصوا بها برشا حاجات ينجم ياثر معناتها سلبيا على صحتنا ولا يخلي دي كارونس اليمونتيغ با دو تو معناتها ديما نحرص انه ديما يكونوا عندنا زوز اهداف في الحميه نتاعنا ان تنقص في الميزان صحيح نحرقوا شحم وان نتغذاو مليح. باهي شنو هو الموديفيكاسيون اللي صارت الجمعه هذه؟ بالنسبه للموديفيكاسيون نتاع الجمعه هذه احنا الجمعه اللي فاتت نحينا معناتها ديما السكر الابيض فوالا ونحينا كل ما هو خبز حاجات فيها فيرينا والا روز ولا معناتها حاجات اللي هي دي سيريال دونك المره هذه توا باش نعاودوا نرجعوهم اما بنوعيه اخرى ماهيش كيما الجمعه الاولى وباش نعاودوا نرجعوهم معناتها بارابور على الجمعه الثانيه هوني باش نرتحوا شويه البدن دونك بالنسبه للصباح ورقه وستيلو هذاك واش عملت دونك الصباح القهوه والا التاي اي مشروب باش نشربوه يكون بلاش سكر فوالا هذاك يقعد كيما العاده معاه هو الحاجه اللي باش تعطينا الطاقه وباش تعطينا المره هذه انشاء ماهوش الخبز كون شيء اذا كان نعملوه في الدار خاطر الخبز حتى كان باش يشريوه كومبلي ولا باش يشريوه اوسون ولا بالنخالة ولا التسميه تفرق اما راهو باش يكون ديما فيه الملح وديما فيه السكر معناتها هكا ولا هكا راهو ذوك من الحاجتين اللي ديما يقلقوا دونك لهنا الخبز باش نحيوه معناتها من فطور الصباح باش نعوضوه البسيسه اللي هي نحبها برشا ونافعه برشا دونك البسيسه اللي هي ماهيش زايدينها سكر نحكي بسيسه بودر نجم تكون فيها فاكهه قشور بقدين معناتها الفاح البسباس والكل يعني حسب الجهات كل جهه كيفاش تعمل البسيسه نتاعها اما ما تنجم تكون كان نافعه خاطر القمح والشعير نتاعهم كاملين يعني بالنخاله نتاعها. نجم نحط فيها عسل ولا؟ باهي بالطبيعه هابش نقول لك شنو باش نحطوا فيها هو من مغرفه لثلاثه مغرفات كل انسان وقداش يستحق يا اما بسيسه والا الشوفان الشوفان راه برشا يشري زاده ولا موجود وفما اون بودر اما نخير اكل لي بيت معناتها الاوراق هذوكم بالنسبه للناس اللي ما يحبوش الشوفان نجم يزيدوه شويه ماء وشويه ماء زهر يحطوه في الفرن معناتها يتحمص شويه باش يبدا كروكون مع هذوما البسيسه والشوفان عندنا لو برودوي ليتي اللي هذايا ما يتنحاش الصباح دونك باش نرجعوا لكعبه الياغوت نتاعنا نجموا نحطوا فيها الشوفان مثلا والا كعبه ياغوت وحدها معناتها تكون البسيسه لهنا باش نزيدوا فيها يا اما كعبه الياغوت ما قلنا احنا يا اما كعبه ياغوت والا طفش بن ابيض غوطه والا السيسيليان بلاش ملح والا مغرفه زيت زيتونه دونك لهنا تتفكروا في اول ريجيم قلنا معناتها يا اما نعديو بالزيت والا ناخذ شويه جبن توا زيت الزيتونه يرجع مع البسيسه ومع هذا الكل احنا ديما نخليو كعبه غله دونك توا باش تولي يا كعبه الغله يا مغرف عسل معناتها في الاخر عندنا يا اما قهوه وبسيسه فيها الزيت وفيها العسل هكا هاو والا عندنا القهوه نتاعنا وكعبه يغرط ومغرفتين شوفان مثلا وكعبه غله من غير ما نزيد ناكل كعبه ياغورت لا مثال شخوف الحليب اللي باش يكون في القهوه ما فيهوش بوكو دو كالوري معناتها ما نحسبوهوش كبرودوي ليتي باش يعطينا كالسيوم ولا باش يعطينا بروتيدات معناتها على المطعم استيناس وبرا دونك هذا بالنسبه للفطور الصباح يعطينا ما لازمنا والعسل اسكو عادي مثلا كي نعطي ناخذوا كل يوم مغرف عسل الصباح اي باهي برشا بالعكس وفيها في القهوه اي مغرفه نتاع قهوه بالطبيعه اللي هي تحلي فيها برشا فيتامينات تقوي المناعه خاصه حتى في سيزون معناها نتاع الطقس بدا يتبدل والكل دونك مهم برشا انه المناعه نتاعنا معناتها تتقوى من خلال التغذيه نتاعنا فيها برشا فيتامينات فيها مغنيسيوم تعدل لنا السكر في الدم بالطبيعه راهو هوني نحكي معناتها الحميات هذوما راهو ماهمش للناس اللي عندهم السكر مثلا ولا اللي عندهم امراض الناس جوست يحبوا ينقصوا في الميزان خاطر العسل والعسل باهي للصغار مثلا كي تعطي ولدك مغرفه الصباح اي بعد العام بعد العام أي قبل العام لا هو باش مش فيك كل يوم كل يوم تعمل مغرفة عسل ممكن يجيه ما نعرفش جاغي حاجه هكا لا لا مش صحيح بالطبيعه هما ما يكثروش منه مش على اقل حاجه مغرفة عسل في العشيه مغرفة عسل في الصباح برك الصباح برك مغرفة ولي لولي هو راهو قوي العسل معناتها خاصه كي نحكيو عسل الحر راهو قوي صحيح معناتها ابتي دوز ديما كيما الفاح اللي نستعملوه في الكوجينه نتاعنا بالضبط هذا بالنسبه لفطور الصباح هذا يقنعنا ويشبعنا حتى كشي نص نهار وديما نقول ونوصي ونعاود على الماكله ما بين الاوقات هذيك اللي ننساو نجيو توا نص نهار دونك عندنا السليطه نتاعك كيما العاده هذيك تقعد موجوده
فيها الالياف نتاعها فيها سلطه نيه ديما نحكيو سلطه نيه معاها هي نحن الخبز قلنا معناتها ماذا بينا ليك وش كي نعملوه في الدار. بالنسبه للحاجات الاخرى شنو عندنا توا؟ عندنا المقونه اللي هي باش تكون يا اما الدنتي معناتها طيب نتاع 6-7 دقائق. ماهيش ما تكونش معجنه برشا. فوالا خاطر هذيك نحكيو على مؤشر السكر وقت اللي يطلع يولي امتياز السكر يعلى في البدن ودونك يصير تخزين للشحم دونك لازمها تكون ناقصه شويه طيب والا المقونه الكومبليت اللي هي زادك كيف ولات متوفره توا في الاسواق. ديجا ورده عندها منها. بنينه برشا زاد معناتها نلقاوها بالقمح وبالشوفان دايوغ معناتها حتى في الغوسات وبنينه برشا معناتها تجي كو سوسوا معناتها صوص حمراء والا صوص بيستو كالحبق اللي بالزيت معناتها تجي بنينه برشا حتى صغار يحبوها دونك هذه مقونه كامله. الروز باش نختاروا البازماتي ماذا بيا معناتها ما يكونش روز اي بيان سور بالطبيعه والكسكسي ماذا بيا كيف كسكسي قمح كسكسي قمح كسكسي قمح زدنا نرجعوا له معناتها ديما نقولوا نرجعوا كيما كانوا ياكلوا جدودنا قبل اللي هما دايوغ كانوا في صحه باهيه كان كل شيء كيما تعطيه لنا الطبيعه معناتها الكسكسي يكون كامل دونك هذوما اللي يعوضوا بعضهم هوني الخبز لا الروز اللي يكون طايب باشا وانا كروز لبيض هذاك ماذا بيا لا البطاطا زاد كيف ماذا بيا لا دونك هذوما ثلاثه حاجات اللي باش يعطيونا الطاقه كل باش ناخذوا جل ناكل حاجه فوالا جلبانه غدوه روز بعد غدوه كسكسي بالضبط وبعد غدوتين تنجم باش نعطى مع هذوما لا مع هذوما عندنا الحق زاد في العدس اللي هو يعتبر من النشويات دونك شربت عدس ولا سلطه عدس نجموا نعملوا دي برجر بالعدس زاد يجيو بنين باشا وبهين باشا حتى الصغيرات يحبوهم الحمص كيف دونك هذوما ابوبخي بالمغرفه بين 4-5 مغارف للستة 7 مغارف لهنا حسب الحالة ديما نقولوا يعني هوني ديما نتجاهل للمشاهد أنه هو يعرف قديش لازم بدنه وديما يبدأ بالكمية الصغيرة إذا كان ما شبعتوش يزيد يعني يحطش كمية كبيرة في صحن فوالا والحاجة الثالثة اللي هما البروتيدات كما العادة اسكالوب صدر متاع الدجاج حوت أبيض ومرة في الجمعة ماذا بينا لحم أحمر وإلا كبدة هوني على الحديد ما ننساوش معناتها باش نقعدوا ديما ناكلوا فاغيي هذايا هي الوجبه نتاعنا نتاع فطور نص النهار الكبده ولا؟ والا لحم احمر اوكي معناتها بقري والا علوش راه ماهوش حاجه غراف باشا كي باش ناكلوا علوش معناتها يكون طيب بطريقه صحيه بالطبيعه لهنا عندنا الحق في الحومات هذوما يكون مشوي والا في الفور والا في الصوص نتاع الطيب نتاعنا معناتها صوص مقرونه ولا مرقه ليسونسيال نتفاداو معناتها البانور وكل الحاجات المقليه والمزيته ولا صوص بلانش وكل الحكايات هذوك فوالا هذه الوجبه نتاعنا متنوعه بنينه باشا نجموا نلقاو دي غوسيت وماكلتنا التونسيه العاديه العشيه دونك لهنا عندنا تيزان فوالا والا قهوه ديما بلاش سكر معها كعبه فاكهه هذوك يقعدوا كيما الجمعه اللي فاتت يا كعبه الفاكهه يا كعبه الغله ونجموا نزيدوا معاهم لهنا فما برشا ناس راهو كيبدلوا الماكله نتاعهم ولو انهم يحسنوا في الماكله نتاعهم يصير لهم شويه امساك دونك هوني نجموا ناخذوا شويه الغله الشايحه الشريحه فوالا العوينه الشايحه كعبه واحده خاطر هي والغله كعبه الغله راهو كيف معناتها في المنافع نتاعها دونك ما ناخذوش خاطرها صغيره باش ناخذوا كعبتين وثلاثه وكاين وقتها كنا كعبتين وثلاثه غل اي نحكي كيلو هذيك والله حاسه تدخل دونك فوالا لهنا كعبه واحده تكفي بالقهوه الريجيم تو هذا اللي تعطيهولنا تنجم تستعملوا مراه اونسانت معناتها مش ماهيش مريضه بخيتو معناها اما باش ما تسمنش والجو هذاك بطبيعه تنجم هو معناتها موجود في كل شيء هو حاله فيزيولوجيه طبيعيه ماهيش مرض معناتها ويلزمها بالعكس غادي ويلزمها تحافظ على صحتها اكثر صحيح. مش حتى على الميزان تو نلقاو لا دوموند عند لي فام اونسانت باش ما يسمنوش انا نقول لهم باش ما تسمنوش صحيح اما باش التكوين نتاع البيبي يمشي مريقل وهي ما يخوش من بدنها على خاطر راهو ديما الفيتوس الي ايغويست باش ياخو مش باش ينقصوا حتى شيء بقدره ربي معناتها يجي بيبي كامل وكل شيء ان شاء الله بقدره ربي اما المشكله انه بدنها ينقصوا حاجات ينجم بعد تلقى زروس هاي يتخلخلوا شويه معناتها الكالسيوم ولا الكالسيوم يتيح الشعر ينجم يتيح تولي ديما تعبه ما تلقاش حتى الفورس باش ترضع صغيرها واحنا ديما نشجعوا على الرضاعه الطبيعيه معناتها ذاك الكل يبدا من اول غروسيس ولا ماذا بينا حتى من قبل فوالا نوصل توا للعشاء نتاع الليل العشاء نتاع الليل اللي هو باش ناخذوا فيه كيما في الجمعه اللي فاتت بالضبط ماناش باش نزيدوا لهنا النشويات دونك عندنا الخضره نتاعنا نيه والا طايبه فوالا مي في الطايبه نجموا نرجعوا السفنيريا معناتها والبتخاف اللي كنا نحيناهم الجمعه اللي فاتت البطاطا بطبيعه لا راهي البطاطا ماهيش خضره تعتبر من النشويات ومعاهم يا اما طرف الحم ولا دجاج والا حوت والا كعب عظم هذا كيما العاده اللي يحب يزيد حاجه باش يزيد كعبه ياغورت ولا يزيد طرف جبن ابيض مثلا باش يعمل اومليت راهو ما يقلقش مع هذا الكل الماء
ناكد على شرب الماء خاطر راه وقت اللي نبداو نطيحوا في الميزان حاجه ما يعرفوهاش برشا ناس بلي تعطش فوالا تعطش خاطر باش يتحسنوا الاحاسيس نتاع البدن تولي تعرف وقتاش جيعان وقتاش عطشان وفي نفس الوقت راه الشحم هو في حد ذاته كيبدا في البدن راه يلم برشا شوائب وبرشا رواسب نتاع البوليسيون نتاع الدوايات اللي ناخذوهم وقت اللي نبداو نقصوا في الميزان ونقصوا من الشحم راه برشا ديتوكسين باش يخرجوا من البدن دونك احنا فوالا دونك احنا نساعدوا لهنا انه نقصوهم ديتوكسين هذوكم اترافير الماء اللي باش نشربوه خاطر هو باش يساعد على التعرق باش يساعد على باش يخرج في ليزورين معناتها فوالا باش يصفي البدن بالكدا دونك نستحقوا باش نشربوا برشا ماء وقت الحميات اكثر حتى من الوقت العادي دونك سورتو توا الطقس مازال سخون معناتها ابوبخي في الليتر ونص اي 30 ديما تبيب زيت ماء صغار حتى مع رجوع القرايه بالنسبه للتلامذه وللطلبه دبوزه صغيره الصباح راهي في ساعه تكمل معناتها انا نلاحظها مش كيما دبوزه كبيره اي 3 ونص كيما دبوزه صغيره باش نشربها في ساعه دبوزه صغيره الصباح دبوزه صغيره العشيه ودبوزه صغيره ملي نروحوا حتى كشي نوقدوا جا عندنا اي 3 ونص معناتها مضمونين هوني راه باش ندخلوا شويه المارش توا الى اوبليغاتوار باش الناس باش تكون طايحه تابري بين 3 كيلو معناتها 4 كيلو ما قلنا احنا بين الكيلو و2 كيلو في الجمعه دونك توا فما اللي طايحوا 4 كيلو بدن يبدا يخف شويه كل كيلو زايد على البدن على الانش وعلى الركبه راهو يتحس 5 كيلو دونك ديجا حتى الناس اللي عندهم شويه فوالا اللي بداو يحرقوا معناتها حتى يحرقوا في الاغريس فيسيرال اللي هو الشحم داير بالاعضاء اللي يعطيك لابني دو سومي وكل الشخير وقت النوم والكل باش الناس يبداو يتحسنوا دونك كوني نجموا نعملوا شويه مارش ابري 20 دقيقه ل 30 دقيقه ولو أن المنظمة العالمية للصحة تنصح ب 45 دقيقة كبداية معناتها ما يسالش في 30 دقيقة باهي برشا هي سيتون كولتور راهو تدخل معناها مش بشرطي هي يلزمني نمشي نخصص وقت أني باش نعمل مارش أما نحط الكهرباء بعيد شوية كي باش نوصل ولدي مثلا للمكتب نطلع شوية في دروج في بلاصة ناخذ الأسانسور مش لازم الكهرباء كاني باش ندخل بها معناتها وين أنا باش نقضي نحطها في باركينغ بعيد ونمشي شوية على ساقية معناتها هذاك ينقص شوية سيركيلاسيون وفي نفس الوقت يخليني نتلقى يقضي في السوبر مارشي انا عندي بون شويه في الموضوع الرجيم فما الناس تلقاهم عندهم معناها اكثر من 20 كيلو باش ينقصوه ولا اكثر من هكاك برشا فما يعملوا مناش حاجه صحيحه ولا غلطه الدروج بمعنى يعمل رجيم ينقص 5 6 كيلو وبعد ما يرجعش ما يعمل رجيم ما يزيدش اما يقعد يستابيليزي ياكل عادي ما ينقصش انا ياكل كيما كي بعد مدة من عرش قداش يعاود يرجع يعمل 5 يقول لك انا ما نجمش نطول في الريجيم ما نجمش نعدي مثلا شهر نعمل في الريجيم راني معناها ما نجمش اسكو صحيحه الميثود هذه ولا لا هي صحيحه الميثود انا نمشيو بار بالي معناتها نقصوا 5 6 10 كيلو ونعملوا اون ستابيليزاسيون صغيره ماهم الا كيلوات نقصوا اما لهنا فما كلمه انت قلتها لي هي ماهيش صحيحه ما يرجعش شكل كيما كان راهو كان يرجع كيما ياكل كيما كان باش يرجع خاطر هو ما وصل فك الميزان هذاك كان اللي كان يعمل فيه يكون غلط انه لهنا دورنا احنا كاخصائي تغذيه وقت اللي باش نعلموهم سيت اون ايدوكاسيون نوتريسيونيل قبل ما يكون حميه نعطيك ورقه وتطبقها وكهو يلزمني نفهمك ونقول لك كيفاش تاكل وانك تولي تعمل جو على ماكلتك الصحيه وتحسوا على بدنك باش تقتنع في كل شيء في الميادين الكل ما تنجم تطبق حاجه وتعطي نتيجه كما انت تقتنع دونك كي تقتنع وتلقى روحك ماك جيعان وخفيف وعامل جو ومتفرهد وتاكل في كل شيء بلاش حرمان وقتها تنجم تعمل ستابيليزاسيون فك البوا هذاك ومن بعد كي تحس روحك ابت مثلا جاتك بيريود سافا كحت خدمتك وصغارك رجعوا يقرا مثلا في المده هذه من بعد تعاود ترجع تنقصك الخمسه العشره اللي مازالوا ولا الاكثر مي هوني راه نحب نقول ديما يلزم الانسان ينحي من باله انه هو ريجيم سي اون فريستراسيون والا بريفاسيون ولا باش يتحرم والا لا مش توا خليته مع اول الشهر خليته مع راس العام خليته مع نهار الاثنين ديما يربطها ببدايه وعمرها ما تصير راهو اذا كان تحب تحسن من توا من الكوتي نتاع العشيه اليوم انك تقول مانيش باش ناكل كيما اللي باش يبطل الدخان كيما تقتنع فوالا من توا خاطر اكزاكتومون دونك هذيك هي اللي ماهيش باهيه معناتها اشك فوا تقول غدوه ولا الماكله هذيك اللايت ولا شو هذيك صحيحه ولا والله هي تنجم تعاون شويه وقت اللي يبداو مثلا دي زادوليسون ولا صغار يحبوا الحاجه الحلوه ولا يحبوا ماكله الشارع ولا باش تحط لهم حاجه في البانيه نتاعهم ولا معناتها الظروف تحكم انه معناتها نستعملوهم مي ديما راهو ماذا بينا لا يعني نجموا نتعداو بهم في فاز معينه باش نكونوا بسيكولوجيكمون معناتها سوبل مع الباسيون مي ان جينيرال ديما ندور ونرجعوا للماكله الطبيعيه على طبيعتها اللي هي كانوا حتى السكر راهو من بعد في ستابيليزاسيون باش يرجع السكر ما تخافوش معناتها مي تولي وحدك تعرف قداش لازم وبدنك باش ما ترجعش تزيد اكل الكيلو الليني اللي رجع فيك اللي فيه يو دونك لهنا اللايت ماذا بينا معناتها ما نستغلوهوش ك معناتها حاجه باش نقعدوا بها حياتنا الكل مرحله صغيره تنجم تكون وكهو ميرسي بوكو مريم.